بكم أصدقائي صديقتي محبي سنافة الحاج، خاص في هذه اللحظة هذه اللي نغادروا المجرد إلى فرصة قادمة إن شاء الله. كنتمنى أن هاد السراح هادو يبعدوا على هاد الشريرات هادو ما يرعوهمش، إن هاد الشيء هذا درته أنا لوجه الله، أنا ما درتوش هكدا غادي يعني غنبيع فيه ونشريه ولا غنبيع، أنا درتو غير من أجل جمالية المنظر ونساهم حتى أنا في التشرير ديال مدينة صفرو، ونكون أنا قدوة لهاد الفلاح هادو اللي عندو شي قطعة أرضية أنه إلا غرس غير بمعدل شجرة في العام راه غادي تكون مثلا واحد 12 سنة عنده واحد 12 شجرة، و 12 شجرة غادي تكون عندها واحد يعني واحد الامتياز كبير بالنسبة لتنقيات المناخ. وهذا الشيء كيشرف أنني ندير هذا العمل القيم الذي يحسب لي بعد ما مشي. وكنشكر السي حسن من هذا المنبر، حسن المكي اللي قام معايا بهذا الجولة هذه، والأخ إبراهيم ليام اللي هو الآن هو الكهف فهمتي، وكنتمنى من الله أنا كما لحتت الرسالة أن هاد الناس اللي كيرعاو هنا في المنطقة الأبقاي يبعدوا هاد الشجيرات هادو ويخليوهم، لأنني أنا ما بقاتليش الصحة فهمتي، بقاتليش الصحة باش نطلع. أنا كنت كنعشق هاد البلاصة هادي، من أجمل المناطق اللي كنت كنحب في حياتي. أنا ما بغيت نمشي لا لفرنسا ولا إسبانيا ولا أمريكا، أنا كنت باغي نجلس غير في هاد المنطقة هادي، هاد المنطقة هادي اللي كنحبها وعندي معاها ماضي جميل، لا مع الناس الاجانب ولا مع الاخوان ديالنا في مدينه صفرو. وعبد ربي علي فريح راه غني عن التعريف، كنت دائما احرص على الوجود ديالي هنا صيفا وشتاء وبردا وثلجا، يعني كنت كنحب الطبيعه بجميع الفصول ديالها، وهذا هو الميساج اللي غادي نقول، وشكرا.